بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لكينا شي امرأة غادي نقول لها شكرا، هي ماما. الله يخليك ليا، والله يطول ليا في عمرك، والله يشافيك ويعافيك وتفرحي بينا اونكور مازال ومازال ان شاء الله. الميساج اللي غادي نقول لهاد النساء المغربيات كلهم، الله يحفظكم والله يخليكم دائما متألقات، وكل امرأة مغربية تكون فخورة بكونها مغربية، كونها ام، اخت، صديقه، معلمه، وكل امراه مغربيه راه يتباهى بها الانسان ويقول ماما مغربيه او انا مغربيه. وما عمرك ما تخلي شي حد ينقص منك او يطيح منك، دائما راسك مرفوع ودائما الابتسامه، ولو طيحي ديري اللي كندير انا، كنطيح وتنقول معليش بسم الله توكلت على الله، كنعاود نجمع الوقفه وكنوض وكنتقاتل وماكي ونلبس ونشطح ونغني وندردق وكل شيء، و هاد الشيء هو اللي كاين، حيت ما يمكنش تحني راسك باش يجوا الناس يدوزوا فوق منك. لا، المرأة المغربية دائما ستبقى امرأة مناضلة ومميزة ومثقفة وجميلة. تبوغيس ضروري خص يكون حاضر مع المرأة المغربية.